نعمل طرط النهارده. طرط ايه؟ طرط مانجا. ازاي؟ عجينه الطرط العاديه خالص. عندي كوبايتين من الدقيق، 2 بيضه، 3 ارباع كوبايه سكر بودره، 3 ارباع كوبايه زبده، معلقه صغيره بيكنج باودر، وفانيليا 2 باكو فانيليا. عندي مانجا برضو تكون مستويه وحلوه كده، ناخد منها حوالي كوبايتين مثلا، وكوبايه مربى. في حاجتين ممكن اعملهم، يا اما اعمل قاعده الطرط وادخلها تستوي، يا اما ادخله كله مع بعضه. ازاي بقى؟ هناخد هنا الزبده، بس نسيحها الاول كده علشان ايه تاخدش معايا وقت. هي اصلا يعني الزبده كلها، الطرط كلها مجرد ان انا بقلب كله على بعضه من غير عجن كتير ولا حاجه. بصوا ادي كده ايه، 2 بيضه وعليهم 2 باكو فانيليا، وعليهم ايه حوالي كوبايه الا ربع من السكر البودره، حوالي يعني من نص الكوبايه الا ربع. تمام. يبقى انا 2 بيضه، كوبايه الا ربع سكر بودره، و2 باكو فانيليا، وكوبايتين دقيق، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ماشي. والزبده مش عايزه زي ما قلت لكم ما اخليهاش تغير لون، انا بخليها لما اكون بستعملها باي حاجه وعايز اسخن زبده يا دوبك تسخن كده، وبعدين اروح ايه على طول شايلاها ومكمله الزبده تسيح في سخونيه الطاسه بس. لاي حاجه بقى، لاي حاجه بسيح لها زبده. يا طريت خلاص. ماشي. واروح بسم الله بسم الله. خلاص اتعجنت معايا اهو. ناخد بقى ايه 3 ارباع العجينه، واروح فرداها في صينيه. فرد رفيع كده، ومخليه الربع التاني. تمام. اظبط بس الحرف. هناخد بقى هنا مربى ومعاها شويه مانجا. نحط ده على ده. ممكن نحط كده ايه، دي مربى مانجا برضو انا جايباها، او لو انا عاملاها ماشي على المانجا الطازه كده. دي حاجه حلوه قوي كده الخلطه دي بقى، وهروح احطها على العجينه على طول. وزي ما قلت لك عايزه تسوي الطرط لوحده وتطلعي تحطي دي، هي مش محتاجه سوا، بس انا ايه بحبها تاخد سنه كده في النور. تمام كده اهو، ده كده المربى مع المانجا. اجي بقى لقطعه العجين اللي انا سايبها دي، هحط عليها بسم الله معلقتين دقيق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انشفها شويه، انشفها ايه شويه. عشان اقدر اشكلها. تمام اهي. حكمة كانوا دايما مدرسين زمان يعني ربنا يديهم الصحة الله اعلم بيهم، يعني دلوقتي المربين منهم ما اعرفش اخبارهم ايه، كانوا دايما مش يحكونا ويقولنا عاملوا الناس حلو، عاملوا مش عارفة ايه، وخليكم انتوا كويسين. لا دايما بحدوتة، دايما بحدوتة يقولوها، فخلاص مش بتتنسي. شوية في الحتة دي فاكرها من زمان قوي. لا